بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون
فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس من فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم قال فما خطبكم أيها المرسلون فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم
شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم إلا ليعبدون.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون كفروا من يومهم الذي